بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 80. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد فرغنا والحمد لله من تفسير الآيات، قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. والآن نريد أن نبين ما يظهر لنا من فوائد وأحكام هذه الآيات العظيمة. فيؤخذ منها قصر إثم المعصية على العاصي. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا إذا لم تظهر المعصية، فإنها لا تضر إلا صاحبها. أما إذا ظهرت ولم تنكر، فإنها تضر صاحبها وغيره ممن لم ينكرها. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن المعصية إذا لم تظهر لا تضر إلا صاحبها، أما إذا ظهرت ولم تنكر عمت الصالح والطالح. ويؤخذ من هذه الآيات اسمان من أسماء الله تعالى: وكان الله عليما حكيما، وهما يتضمنان صفتين من صفاته: العلم والحكمة. وأسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله، ليست كأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، وإن كان المخلوق يتسمى ببعضها أو يتصف ببعضها فإن هذا لائق به، وأما أسماء الله وصفاته فهي لائقة بالله، ولا تشابه بين الله وخلقه. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله يعلم العاصية بعينه، ولو حاول الاختفاء واحتال على التخلص من معصيته فإن الله جل وعلا يعلمه ولا يخفى على الله، وإن خفي على الخلق فإنه لا يخفى على الله. والواجب على المسلم أن يخاف من الله ولا يخاف من الخلق، بل يخاف من الله جل وعلا، لأن الخلق يغفى عليهم تزويره واحتياله، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك. فيجب أن يحسب لذلك الحساب عندما يريد أن يحاول أن يتخلص من المقاضاة على أمر قد ارتكبه، أو حق قد جحده، أو خصومة هو فيها كذاب، عليه أن يخاف من الله جل وعلا، وأن يذعن للحق. وفي الحديث: قل الحق ولو كان مرا. والله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا
ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويؤخذ من هذه الآية الفرق بين الخطيئة والإثم. فالخطيئة هي الكبيرة من كبائر الذنوب كالشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب، وأما الإثم فهو المعصية الصغيرة مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول للمؤمنين: وحبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالذنوب تنقسم إلى هذه الأقسام: إما كفر وإما فسوق وهو ما دون الكفر، وإما عصيان وهو ما دون الفسوق. وعلى كل فهذه جرائم يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منها، وإن كانت تتفاوت في حجمها وإثمها. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم رمي البريء بجريمة المجرم. فللواجب أن يقول المسلم الحق ولو على نفسه، وأن يكون شاهدا لله قواما بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. ويترتب وفي الآية أنه يترتب على رمي البريء بجريمة المجرم البهتان، وهو أشد الكذب ومعروف عقوبة الكذب، والإثم وهو العقاب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يترتب على هذا أخذ الأبرياء ومعاقبة الأبرياء بغير سبب، فيكون في ذلك تعد عليهم، قد يكون قتلا لهم أو قطعا لأطرافهم أو ضربا أو أخذا لأموالهم، فيضيف هذا المجرم إلى جريمته جريمة أشد وهي ظلم الناس والعياذ بالله. ويؤخذ من هذه الآيات بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعصمته من تضليل المضللين، وهذا حق ضمنه الله جل وعلا، ولهذا فضح الله الكذابين على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضاعين للأحاديث المكذوبة، فإن الله فضحهم وقيض لهم من كشف عوارهم ورد إفكهم وتزويرهم عليهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.